السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى صباح على أحلى وأغلى مشتركات. نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية. فيديو نهار اليوم إن شاء الله راح يكون طريقة تحضير مملحات بذوق البيتزا بمقادير جد بسيطة وطريقة أيضا جد سهلة. إذا هنا باش نحضروا هذا المملحات بذوق البيتزا نحتاجنا الى مقادير بسيطه. هنا واش عندي الى مقادير؟ كما راكم تشوفوني وجدتها هنايا، عندي 3 حبات بيض، عندي علبه ياغورت طبيعي بنفس العلبه نكيل بها علبه الا ربع من الزيت النباتي او الزيت العادي، عندي هنا 3 علب من الفرينه او الطحين، عندي هنا 5 غرام خميره الحلويات ما يعادل نصف كيس، وعندي هنا الملح ما يعادل ملعقه صغيره. هنا فقط ملاحظه بالنسبه باش تنكهي هذه العجينه تاعك، تحبي تضيفي فلفل عكري حار، تحبي تضيفي الفلفل الكحل، هنا لك الاختيار تام. تحبي تضيفي معدنوس مقطع دقيق، هذه بالنسبه كاضافات. انا هنا مانيش ندير حتى اضافه، راح نخليهم فقط يعني ساده كما نقولوا. بسم الله على بركه الله راح نبدا مباشره في تحضير هذه المملحات. اول حاجه نبدا بها عفوا راح نجيب البيض، راح نكسر 3 حبات بيض في وعاء. اكيد البيض راح يكون بدرجه حراره الغرفه، راح نكسر 3 حبات بيض، نضيف عليهم هنا علبه ياغورت طبيعي، نجيب فقط ملعقه، نضيف علبة الياقوت الطبيعي. هنا اللي ما عندهاش الياقوت الطبيعي وعندها اللبن متوفر في المنزل تقدر تدير يعني تكيل بالعلبة تاع الياقوت كيلة تاع اللبن. نزيد نضيف عليهم كيلة ولا علبة الا ربع من الزيت النباتي. راح نخلط هذه المكونات بالخفاقة اليدوية فقط. كما قلت لكم بالنسبة للتنكيه تقدر تضيفي معدنوس مقطع، تقدر تضيفي فلفل عكري حار، تقدر تضيفي فلفل أسود، أنا هنا ما ضفت حتى حاجة. خلطتهم مليح، من بعد راح نضيف نصف كمية الفرينة، ما نضيفهاش الكل، نضيف النص تاع الكمية، حوالي علبة ونصف من الفرينة. نضيف معها الخميره اللي هي نصف كيس ما يعادل 5 غرام، نخلطها بيان مع هذيك البيض والياقوت والزيت، نخلطها مليح حتى نتحصل على قوام املس. هاوليكم هنا. من بعد راح نضيف الكميه المتبقيه تاع الفرينه ونضيف الملح اللي هي ملعقه صغيره من الملح، راح نزيد نخلطهم مع باقي المكونات جيدا حتى نتحصل العجينه طريه وتلصق في اليد. انا عطيتهم لكم هنا البنات بمقادير مضبوطه. هنا جينا لطريقه تشكيل هذا الميني بيتزا ولا المملحات بذوق البيتزا. تحبي ديري في هذا المول شكل نجمه، تحبي ديري فيه هذا الدائري هذا كما راكم تشوفوا هنا، المهم يكون فيه يعني فراغ باش تحطي فيه صلصه الطماطم. تحبي ديري فيه هذاك الشكل ورده، المهم المول اللي عندك ديريه، ولا ما تقدري حتى ديري في المول الحديدي، هنا لك الاختيار تام. انا اخترت الشكل تاع النجمه واخترت هذا الشكل. هنا جبت ملعقتين، راح برك نديرهم في شويه زيت باش ما تلصقليش العجينه في المغارف، ونبدا نعمر هذا الليمون حوالي ملعقه كبيره في كل يعني فراغ. تحبي ديري هكا بزوج مغارف كيما راني ندير انا، تحبي ديري بلا بوش هنا لك الاختيار، واللي جاتك ساهله ديريها. انا هنا راح نكمل نعمرهم كامل باش ما يجيش الفيديو طويل ونرجع لكم ان شاء الله. برك البنات هنا راح نمد لكم ملاحظه قبل ما نكمل، اللي تحب تحط كميه تاع الجنجلانيه هكا في المول، من بعد تحط العجينه تحط هاك
وتحبي ما تحطيش ما تحطيش هنا انت واش حبيتي. انا راح ندير حبات برك فيهم وحبات لا لا. ونكمل نعمر عادي. هاهم ليك هنا البنات بعد ما كملت عمرت ليمون، حاولي برك انك تخبطيهم خبطه هكا برك خفيفه باش يديو الشكل تاع الليمون. وكيما قلت لكم دائما سوا كاطو سوا مملحات كي تعمرهم يبقى لك الفراغ حاولي انك تعمرهم بالماء. قبل ما نعمرهم بالماء باش ما يغبرونيش في الهزان تاعهم نحطهم الساع في البلاطو اللي راح نطيب فيه ونعمر هذاك الفراغ بالماء. هنا الفرن راني شعلته كي بديت نخلط فيه مية بعد البنات، دوك ندخلهم للفرن حتى نشوفهم تحمروا على الحواشي، من بعد نزيد نعاود نشعلهم من الفوق يتحمروا ياخذوا اللون الذهبي من الفوق ونحيهم ونرجع لكم ان شاء الله باش نزينوهم مع بعضنا. اذا البنات هام ليكم هنا المملحات تاعي بعد ما طابوا. برك هنا البنات ملاحظه حاولوا انكم ما تعمروش المول، انا شوفوا كي عمرته شوفوا كيفاش يعني تنفخت من الخميره. راح نقول نحي هذه القاعده، ثم حاولوا انكم ما تعمروش المول، ديروا حوالي نصف ملعقه كبيره في كل وحده تاع المول. للتزيين عندي هنا جبن مبشور، عندي مايس، عندي زيتون كحل، عندي طونه، عندي صلصه طماطم دوك نجيبها. هنا البنات بالنسبه للتزيين اختياري واش عندكم ديروا، تقدروا حتى ديروا الجبن برك ولا مايونيز وتزينوا بالمعدنوس، لكم الاختيار تام. اذا هاي ليك هنا صلصه الطماطم كان سبقني وحضرتها لكم، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. راح نحط في هذا الفراغ كميه تاع صلصه الطماطم، نزينها بشويه تاع الطون. الطون اختياري تقدروا ديروا واش حبيتوا، يعني ماشي شرط تقيدوا بالشي اللي راني ندير فيه انايا. راح ندير شويه تاع مايس حبيبات برك باش نكاسيو برك لي كولور، نديروا شويه تاع جبن وزيتون اسود. انا الزيتون الاسود راح نقسم يعني ما حنديرش حبه كامل هكا. دوك من بعد تحبي ديري لها ورقه تاع معدنوس تزيد كاسي لي كولور ديري، هذه هي. انا حنكمل نزينهم كامل ونرجع لكم ان شاء الله في صحن التقديم. اذا هاي ليكم البنات هنا النتيجه النهائيه بعد ما كملت زين هذوك المملحات، قدمتهم بهذا الشكل. تقدروا تقدموهم في الحفلات، تقدروا تقدموهم في الختان، كما تقدروا تفرحوا بهم عائلتكم لما لا. وكانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، نتمنى يا ربي تعجبكم وتجربوها كالعاده وتخلوا لي تعليق اسفل الفيديو. قبل ما نختم الفيديو حبيت اني نشارككم واش حضرت مع هذه المملحات. كنت حضرت صوص جلبانه مع البطاطا مقليه، ودرت هنايا سلطه خضراء عادي مع سلطه تاع بيطراف وسناريه والكسره الرخساس كما راكم تشوفوا. وكانت هذه هي طاولتي لنهار اليوم لعشاء نهار اليوم. نتمنى يا ربي تعجبكم وتعجبكم وصفه المملحات، وتخليوا لي تعليق اسفل الفيديو اذا عجبتكم ولا لا، واكيد بعد ما تجربوها. نبقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، نلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله سواء كانت حلوه او مالحه او روتينات لما لا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا برك البنات كملاحظه واحده اخرى نسيت ما ذكرتها لكمش في الفيديو، يعني كي كنت نحضر في هذيك المملحات كيما قلت لكم حاولوا انكم ما تعمروش ليمون سيليكون باش ما تجيكمش يعني لاباط يعني كي طيب تجيكم نفخه كيما صرات لي انا. وثاني ملاحظه تحبي ديريها في بلاطو كبير يعني كيما البيتزا السائله، ديريها في بلاطو كبير برك فرشي بورق الزبده ودهني بالزيت مليح، وديريها يعني كيما الكالات تاع البيتزا السائله لك الاختيار. وكيما تقدري ديريها تعوضي هذا ليمون سيليكون بليمون صغار تاع الليمون الحديديه الصغار تاع لي طارتو، على الثاني تصلح لك. برك فرشي بورق زبده ودهني الجوانب بالزيت مليح. كيما تقدري ديريها ثاني في المول الكبير تاع لي طارتولات، في مول يكون كبير فرشي دائما ورق الزبده ودهني الحواف بالزيت جيدا. ولا كنتو مهتمين يعني باش نديرها نعاود لكم هذه الوصفه يا بعد في بلاطو يكون كبير ولا في ليمول تاع لي طارتولات الكبار، خليوا لي تعليق اسفل الفيديو وانا باذن الله تعالى راح نلبي لكم الطلب. وان شاء الله يا رب تكون عجبتكم وصفه نهار اليوم وتكون عجبتكم الفكره. والى اللقاء، نلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله.